على الفيديو ذي معناها تعليق محمود. انا اللي يعجبني انه غناية البحث الموسيقي فوالا خميس بحري راهو يسمع في الغناية بتاعه هيلا هيلا يا مطر اغسلي اوراق الشجر في اجتماع شعبي حجي متاع انصار عبير موسي ديمقراطية. هذا هو التنوع والاختلاف. العبير موسي قاعد يستهوى ذي يعجب فيه. هذا لو يعجب برشا ويحسوا فيها ثم شكون نجم يحس الرسالة الربانية شتي سبقوا كثير جاي للدستور الحر. فما اللي يصور فيه على انه نضال وكذا تحت الشتاء دونك احنا نتكلموا انه رئيسة الحزب تحكي هكا زاد يعجب دونك الاراء معركة اللي تقوم بها معركة مهمة بالنسبة حتى تو بقطع النظر على ولكن انه توجه القضاء الاداري لالغاء بعض المراسيم في المعركة راهي معركة ماهيش هاينة تبقى ممكن الإخراج ولا واحد ولكن معركة راهو تقوم بها برشا معناتها تقوم بها المعارضة زاد أنا ديما بارودي وبرهان كي ينقدوا عبير